كونتها هي جمعية كونتها حتى تعاون الشباب طبعاً، وكذلك حتى تشوف ابنها يترعرع في ضمن هذه الجمعية. L'association IMAD et d'autres associations justement qui luttent contre certaines discriminations, qui luttent contre certaines injustices peuvent nous aider justement à changer le monde. جمعية IMAD للشباب تلقى مجموعة ديال المساعدات وهي تحاول أن هذه المساعدات تصبها في أعمال الخير وبالضبط في المنطقة ديالها. هي نجمة في سماء تضيء للناس المحتاجين. هي أذن وعين وقلب صاغي لهذا الشباب.